السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحمد أو السمك الأسطورية رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نلعب فورتنايت أرينا، راح نجلد للمحترفين. بدون ما نطول أكثر، لا تنسوا اللايك والاشتراك، وكل عام وأنتم بألف خير وعيد فطر سعيد على الجميع. أوكي، السمك الأسطورية بتحب تنزل على بيتها. بيت السمك. أو ليتس جو. جميح سكار نايس. يا حبيبي افتح. راح تنزل. طيب كيف فتح الدنيا هون؟ مش ما اوكي ارينا هيك نقصني بامب وبروح بدرن بس يا سلام وطلعت مليون دولار احسن اذا جانا هذا طلع مين شفت هناك؟ يب عندهم كيف هذا النرج؟ احلى الدرج ليش انت وراي؟ انا بطخ هذا باني بيس وقاعد ما شاء الله والله يا جماعة باني بيس قول باخر الجيم بيلعب شامبيون الاخ وين تطلق انا على شماله؟ وهي يمينك يعني لا تطلع كيف كيف تطلع على الحمار هلو مي واحد واحد اخيرا لبن حدا حج يا باشا يا معلم سيارة ما سمعت صوت السيارة سلام الو الو معلم ايه ايه لا تخبش يا اخي ما احس اجيبه ما الحبك اوكي واحد بدايه تعال 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 وقف وقف بين لحالك يا هيو الله على الفول دمج يا ابني ما بطلق عليك شفتك بهذاك هاي هاد قلبي على راس هذا جنبي الو الو عارف اني معيش طلق بلش يطلق الله ياخذك هذا حتى كل تنحب من بسكت صح؟ مخلف يا حج ابدا يا جماعة بدنا طلق معناش طلق هذا اللي عارف صح؟ مشكلة الزوم والله بحكي اروح الزون احسن هذا بحب البوش بحب البوشات تغيب عليهم بوش لبوش بتحرك عندما اروح الزون لازم حتى صندوق الطلقات مخبيني ولا بطلع طلع يا معلم معيش طلق نايس وين 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 لا تكفي وين رايح هيو اهلهم يا الله طاق الدنيا كلها معاه بس يا متخلف المفروض لما تكون قدام تطلق علي مش وانت وراي متخلف الزون واحد بحشر واحد بالزون مش بنحشر منه هل شايفني؟
بس بس ركز ركز اهدى بس بس معاك بس بس كلمة خرب حج اهدى حج حج اسفين يا اخي بكره فايتات الشجر يا مالينكس يا خلاص انت القوم القوم ما ياخذوا هي لواحد يا سلام الفايت ما شاء الله اليوم ما شاء الله صلى على النبي اخوان صلى على النبي طقتين ما شاء الله علي حج حج احنا سفاه فهد خليك انت تحت وانا فوق نخلط عليهم بركة 32 ازرق اخلط نخش على بعض نروح الزون اجون اروح يا رب مش معشد لا البكت لوس هسه جاي ما شاء الله الزون هلقمي السمكة الاسطورية السمكة الاسطورية ليتس جو ريح بوي يا حبيبي سيب من السيارة سيب من السيارة تعال 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 هاي كلب مني خذ لك اللي بيجي بتدخل بأم الفايت بس لايكو والله قهرني هذا لا هاي جرام خذ لك خذ لك يا اخي يعني كم مره ما حد طلق علي سبحان الله سبحان الله لما احنا نطلع فوق بيصير يطلقوا علينا نروح الزون كمان والله يصير هذه كل الزون يا كلاب هون يصير هذه كل الزون وين هذا يب يب الزون اللي تنحك حياتك الجول موت بالزون يا معفن موت موت الجول الجول يا كل والله انك معفن لسنا موين ما قسنا واحد يجينا قد لك كمان معنا توصل هناك هذا كنت الحقه صح؟ جاييني وان شوت ليش؟ الله يقرفك هدي يا رجل مالك زعلان هذا فرح تعال 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 عنده يا اخي اللي بتدخل بالفايت يا الله بس يقول علي فين يا اخي قلت لك هذا الثاني الله يا اخي اهدى
حبيبي احلى بس يا رب الدار اسحب منه اجاي يا اخي بس يا معفن بس تبعد هون لحد ما يخلص فايت يلا ها مش هذا يموت هذا الحياة القم ما تزون صدر المتخلف الثاني احلى مفيش مواد معاي وهو ماخذ بالزون يا سلام بس يا متخلف بس بتقتل واحد الله يكرفه يا اخي صبر كلب صبر كلب هاي الناس اللي بتفوز